دور بقى، احنا هنقول حاجة المهمة. المهمة شايفين يا بنات كده إلى حد ما. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ده هيتحفظ يا مستر؟ لا النهارده عندي قصيدة هانتينج سونج. هانتينج سونج. ايه هانتينج سونج؟ من الاسم كده هي نوع من القصائد. عارفين انتوا الاغاني اللي مثلا ناس بتبقى بتزرع فيغنوا اغنيه، ناس بتبقى في البحر فيغنوا اغنيه، فهنا دي ناس بتصطاد. Some people are going to a to hunt so they are singing. يبقى it is a song، يبقى ديت ايه؟ اغنيه. طب related to ايه؟ ليها علاقه بايه؟ hunting. طب what are they going to hunt؟ deer. deer اللي هو نوع من الايه؟ الغزلان. يبقى what are they going to hunt او what is the song او the sonnet sorry the poem. poem اللي هي القصيده. what is it about؟ it is about hunting deers. تمام؟ طيب what is the main idea؟ ايه الفكره الرئيسيه؟ what is the main idea؟ it's about deer hunting. قلنا deer hunting اللي هو صيد الايه؟ الغزلان. طب الرياضه دي كانت بتاعت مين؟ هل كانت بتاعت الناس العاديه الغلابه اللي زينا كده؟ لا. lords and kings اللوردات ومين؟ الملوك. بياخدوا اصحابهم النبلاء برضه nobles ويجوا جايين رايحين يصطادوا، ففي وسط الكلام ده اتغنت الاغنيه. تمام؟ يبقى what is the deer hunting the sport that used to be popular among the nobles. nobles اللي هم مين؟ النبلاء in England. يبقى ده اول سؤال وده سؤال مهم. what is the main idea؟ ما جابلكش يا حبيبي كلمه idea، يجيب لك كلمه theme. ايه اللي بتدور حوله؟ ايه موضوع القصيده؟ theme of the poem. الموضوع بتاعها يبقى برضو it is about deer hunting. it was popular among the noblemen. تمام؟ او the nobles عامة in a in England. طب تعال نشوفهم ايه الكلام. اقرا الاول. waking lords and ladies gay on the mountain dawns the day all the jolly chases here with hawk and horse and hunting spear. Hounds are in their couples yelling. Hawks are whistling, horns are knelling. Merrily, merrily mingle they, waking lords and ladies gay. طيب. طيب. شعر. Who is the poet? Sir Walter Scott. Sir Walter Scott. لو قال لك who is the poet يبقى he is a the poet. الايه؟ الشاعر. طيب كان ايه؟ كان سكوتش من اسكتلندا. اسكتلندا كانت تبع انجلترا برضه. تمام؟ نيجي بعد كده. waking lords هيجي يقول لي سؤال paraphrase. يعني ايه paraphrase؟ اشرح. يبقى لما يقول لي كده هو يجيب لي الاستانزا ويقول لي paraphrase the first ايه؟ ها؟ استانزا. فهو في أول حاجة هنشرحها أورال كده وبعدين نكتب الكلام. waking lords. waking يعني get up. get up يعني إيه؟ اصحى. يبقى the boat asks يعني إيه؟ بيطلب. ها؟ asks mean the lords and ladies to do what? to wake up. to wake up. بيطلب منهم يصحوا. why? because they are sleeping. هم نايمين. طب يصحوا ليه؟ because everything is ready. كل شيء جاهز. ايه الشيء اللي جاهز؟ اليوم نفسه، الحاله نفسها. تعال نشوفه بقى. waking lords and ladies gay. طبعا هنا كلمه gay بمعنى happy. happy. تمام؟ طيب هو اصل الكلام ايه؟ wake up happy lords and ladies. ايها الايه؟ اللوردات والليديز الايه؟ السعداء. يبقى هي هنا gay happy. خلاص. on the mountain dawns the day. طب القصيده كلها الاغنيه كلها فيها حاجات تقديم وتاخير. يعني هي المفروض اصل الكلام ها the day dawns. يعني ايه the day dawns؟ الفجر. يبقى it is the start of the day.
طيب اليوم ظهر على ايه الاول؟ على الجبال. يبقى تاني on the mountain dawns the day. يبقى اصل الكلام، هو مش هيسالك في اصل الكلام، انما انت عشان تبقى فاهم ان هو the day starts، اليوم ايه؟ بيبدا. طب وظاهر فين؟ في الجبال. all the jolly chases here. jolly يعني ايه jolly؟ happy party. كل كلمه هتلاقيها صعبه هنا، تمام؟ jolly gay merrily معناها happy. معناها ايه؟ happy. on the mountain dawns the day. dawns طبعا اللي هو the start of the day، الفجر. all the jolly chase، chase اللي هي ايه؟ يطارد. يبقى المطارده، يبقى everything is prepared، كل شيء معد. to begin the hunt، نبتدي الايه؟ الصيد. طب تعالى نشوفه كده. what are ready؟ ايه اللي مستعد؟ ايه اللي مستعد؟ with hawk، hawk اللي هو الايه؟ لا صقر. with hawk and horse، horse اللي هو الايه؟ السنه. يبقى what animals are ready for the hunt؟ هتقول لي كده عندي ثلاث حاجات، عندي ثلاث حاجات مستعده، ها hawk صقور، ها horses، وعندي كمان بعد كده ها hounds. what are hounds؟ كلاب الصيد. كلاب الايه؟ اللي هم بيطلوها ورا مين؟ ورا الغزلان دي. يبقى لو قال لي what animals are ready for the hunt، يبقى انا هاجي جاي قايل له كده ها there is a bird اللي هو hawk، horses and a hounds، ادي الثلاثه اللي حاضرين. and hunting spear، hunting spear اللي هو ايه؟ حرب، الحربه، حربه الصيد اللي هيصطادوا بيها، اللي هيقتلوا بيها الايه؟ الغزاله دي. are in their couples yelling، يعني ايه يل؟ يصيح. مين اللي بيصيح بقى؟ ها hounds. يبقى what are hounds اللي هي dogs، hounds اللي هي ايه يا جماعه؟ dogs، بس مش اي كلاب، يعني الكلاب اللي في الشارع دي مش hounds، ولا الكلاب اللي انت بتربيها دي، كلاب ايه؟ صيد، تمام؟ for hunt. are in their couples، ماشيين ايه؟ اتنينات. yelling يعني ايه yelling هنا بقى؟ barking، ما هو قصده الكلاب مالها؟ barking هنا، barking يعني عماله ايه؟ تنبح، كلاب تنبح مستنيه. طب والهوكس؟ ها صقور مالها؟ ار ما هو صوته صفار بيصفر، صوت صفاره كده. هوكس ار ويسلينج بيصفروا. هورنز، هورنز بقى ار نيلينج، يعني ايه هورنز؟ القرون اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت الغزلان. ار نيلينج يعني ايه نيلينج؟ ميكسينج، تتشابك، بينطحوا في بعض. ايه اللي بيخلي الصوت التشابك ده بيطلع؟ القرون بتاعت مين؟ الغزلان، هم عمالين بينطحوا في بعض. ميرلي، ميرلي مينجل داي. في بقى في البوم طبعا كتاب، هي المفروض يا جماعه زي، يعني هي المفروض ايه؟ زي، فاحنا هنقول حاجه كده والناس تفهمها كويس. بيرجع بقى merrily merrily mingle day، كل الاصوات دولت بقى، كل الاصوات مالها؟ mixing together، بيختلطوا بايه؟ بيختلطوا ببعض. طب هو هيجي يسالني في المعاني؟ لا، بس عشان انت تبقى ايه؟ تبقى فاهم. يبقى تاني لو قال لي paraphrase، paraphrase اشرح the first stanza، يبقى هنقول كده اكتبها عشان تنزل لكم بي دي اف بالطريقه دي. يبقى the boat calls، بينادي بيندى، the ladies and اخديها بخط ايدي and the lords to get up، ان هم ايه؟ يصحوا. everything كل شيء is ready جاهز for the hunt للصيد، او نكتبها ايه؟ hunt، تمام؟ هي مشروحه برضه. ماشي، انا بقى بكتبها لك مختصر، يعني هي مشروحه باسلوب
كتب، بس انا ايه بكتبها لك مختصر عشان تعرف تحفظ. يبقى is ready for a for the hunt. طيب it is the beginning of the day. هي بداية الايه اليوم، اللي هي كلمة ايه dawn. dawn اللي هو الفجر، تمام. طيب the animals are ready. حتى دي مهمة. The animals are ready. ايه الانيمالز بقى؟ horses، hounds، قلنا اللي هي الكلاب، ومين؟ hogs، صقور. معلش هو يعني ايه؟ نعم يعني ايه hogs؟ هاوكس قلنا الصور يا حبيبتي. مستر واحنا لنا كم استانزا مستر؟ والله مدارس عندها واحدة، مدارس لذيذة. في مدارس عندها كلها. معاذة مستر لذيذة قوي مستر، بتخلي واحدة. معاذة عليها واحدة. مستر احترام خالص. تمام. أي ماشي. هورسز ماشي خلاص نسيت عشان بس حصة متسجلة يا جماعة. horses hounds a house. طيب هنقوله كده هي اخر سطرين بقى. بص كده he says بيقول that all the sounds of animals are mixed. Ready، مستعدين for the hunt. ادي ده اللي انت هتكتبه، ده اللي انت هتكتبه. تمام. تاني تاني اول واحده عشان دي مهمه. The boat calls the ladies. بينده على مين؟ الليديز واللوردز. يعملوا ايه؟ To wake up. طب هو ليه بيصحيهم؟ Because it is the beginning of the day. هم مش متأخرين ولا حاجة، ده هو بس بيقول لهم يا جماعة يلا اصحوا، ده بداية الصيد. تمام كده؟ هقول لك أنا اللي هو الأسئلة استنبط معروف. تمام. All the jelly cheese is here. يبقى everything is ready. What animals are ready for the hunt? Horses. لا الديرز، والديرز كمان مستعد. يبقى هنزود كمان عليهم إن الدير كمان نفسها مالها مستعدة، الغزلان مستعدة تتصاد. تمام؟ يبقى there are many deer. ها horses. ايه كمان؟ hawks and hounds اللي هي كلاب الايه؟ كلاب الصيد. طب what are the animals doing؟ هنقولهم كده they are ايه؟ ها making sounds. they are making ايه؟ sounds. هم هتقول لي بقى ال hawks are whistling بيصف، ال dogs are ايه؟ barking بينبحوا. فيها مشكلة الكلام ده؟ ده مشكلة؟ طيب نيجي بقى لسؤال مهم. السؤال مهم اللي هو what is the rhyme scheme. what is the rhyme scheme. rhyme scheme اللي هو بيتكلم عن في سؤال مهمين. اول واحد rhyme scheme، ما يجي يقول لي ايه هو rhyme scheme ده، انا هفهمه لك بس دي هيتحفظ يعني مهما فهمته انت ايه هتحفظه. بالنسبة للفيرست stanza وركز في دي عشان في غلطه في القصيده انت تبقى عارف ايه بقى اللي هي كلمه زي اللي انا حاططها دي. في كتب بتقول ان هي ذم مش زي، وفي ناس بتقول ها ان هي زي. في كتب بتقول طب القصيده الاصليه للراجل الغلبان ده كتبها قبل ما يموت كانت ايه؟ كانت زي. كانت ايه؟ زي. ولكن لو جات لك في امتحان ان هي مكتوبه ذم هنعمل ايه؟ هقول لك انا دلوقتي هتعمل ايه. الرايم سكيم يا حبيبي كده لما اسمع صوت جاي وداي ادي نفس النهايات، يبقى انا كده ذا رايم سكيم بيبتدي اي اي او اول بيتين الصوت بتاعهم متكرر. ده كده ايه يا حبيبي رايم؟ لا ما فيش كومبليت ستانس.
مفيش complete distance. يبقى أول حاجة في الرايم سكيم A A. طب الثانية hear spear ده صوت جديد يبقى B وB. حلو كده، كده جبنا أربعة. اتبقى مين؟ اتبقى أربعة هنا. yelling كده كده ده صوت جديد، اه yelling و nailing ادي C و C. اتبقى الاثنين الاخرى بقى في اول ايه، في اول استانس. والله لقيتها جايبها لك زي، ارجع قول ايه وايه وايه ايه وايه تاني لقيتها. نعم يا حبيبتي. معلش انا مش فاهمه ال ال اي اي والبي بي والسي سي. اه ده الرايم سكيم ده المفروض من اولى اعدادي كنا فاهمين. تمام، هو نهايات الصوت الاخير في كل سطر شعري بنرمز له برمز من الحروف الابجديه. يعني الصوت الاولاني سمعناه اي يعني في اول لاين، اخر صوت سمعناه اي لونج فاول اهو، يبقى ده هنسميه اي، هنرمز له باي. والتاني داي نفس الصوت متكرر، يبقى دي عندك الاي اهي اتكررت اكتبيها. نيجي في السطر اللي بعده، سمعت هير، هل هير زي داي؟ لا، يبقى ده صوت جديد ظهر عندي، نهاية جديدة، يبقى اكتبها بي. اللي بعده متكرر، يبقى ها هكتبها ايه؟ بي. صوت جديد ظهر، يلينج، اي ان جي اهو، ان ان يلينج يلينج. طب طب انا اعمل ايه؟ ما هو نرمز له ايه وبي وسي، هنرمز له بايه؟ اول واحد أول صوت تسمعه ارمز له بإيه؟ لو اتكرر بقى 50 مرة هو إيه؟ تمام؟ مستر نعم. هو نعم. شرط معين؟ إيه؟ هو شرط يبقى حرف معين ولا أي لا؟ صوت ولا يا حبيبتي تسمعيه، يعني أنت لو سمعتي دي ده صوت جديد، يعني كلمة كولد، إيه آخر صوت سمعتيه؟ دي. طب لو سمعت بعدها كلمة بولد ده صوت دي برضو، فتسمي بقى الصوت ده طالما ظاهر أول مرة تسميه إيه؟ رمز، زي أولى إعدادي متصنفة فصل إيه؟ ده اللي بقى كل اللي بيبتدي اسمه بحرف الألف محطوط في 1 إيه؟ بعد كده كل اللي اسمه بيبتدي بحرف البي محطوط في إيه؟ 1 بي. بس هي دي الفكرة. يبقى كل النهايات اللي شبه بعض بنرمز لها، ترتيبها بقى، أول واحد ظهر إيه؟ مهما يتكرر يفضل إيه؟ أسميه إيه؟ الصوت اتعاد تاني هير، لا ده صوت جديد يبقى بي. سبير صوت نفسه هو اللي كان فوقه يبقى بي برضه. طب يلينج صوت جديد بقى سي. ونيلينج نفس الصوت اللي قبله يبقى سي. جينا بقى في زي. زي مين؟ اي اي زي اي زي اي اللي هي جاي وداي. يبقى نرجع للصوت اللي احنا سمعناه اول مره بقى ايه. طب يا مستر لو انا لقيت بدل في الامتحان، لو لقيته في الامتحان بدل زي مكتوبه زم، هعمل ايه؟ احنا مش خلصنا عند سي، يعني زم دي صوت جديد ما جاش قبل كده، فاكتبها ايه؟ دي. طب لقيتها زي اكتبها ايه؟ يبقى الرايم سكيم عندك اي اي بي بي سي سي اي اي في حاله ان هي زي. لسه صح، الناس قالت لي ان هي اي اي. اه ماشي تمام زي، بس هو يعني تقريبا هو كده خلاص، ده الصح، ده الرايم سكيم الصح، ده الصح. يعني حتى لو جات لك في الامتحان مكتوبه زم ولقيته منقصك عليها يا حبيبي، ارجع للقصيده الاصليه وقول لهم ايه ايه، قول له ازاي تنقصني عليها وهي القصيده الاصليه زي دي غلطه مطبعيه. ماشي دي كده اول ستانزا. يبقى تاني الاسئله المهمه في اول ستانزا. يجي بقى يسالك ايه سؤال جوه الشرح، يعني مثلا يقول لك وات انيمالز ار ريدي، تمام، وات ار ذي ميكينج، وات ار ذي جوينج تو هانت. دي الاسئله اللي ايه اللي ممكن تتقال لك جوه الشرح، يا اما يقول لك اشرحها لي كلها، فاشرحها لي كلها يبقى هتقول لي كده والله الراجل بينادي على الناس اللي نايمه ديت، لان because the day is starting، اليوم ايه؟ اليوم بيبدا and everything is ready for the hunt،
كل شيء جاهز. طب ايه اللي جاهز بقى؟ There are animals waiting، الحيوانات اللي منتظرة. عندي مين؟ قلنا هاوس، قلنا هورسز، قلنا باسكت. خلاص. What are they making بقى؟ They are ready and they are making a sounds. احفظ الشرح، انت فهمت الشرح؟ ما تحفظش استنزات بقى. ايوه يا يمنى. مستر عندي سؤال، هو السبير ده انيمال صح؟ الايه؟ السبير ده لا، اللي هو الرمح، الرمح اللي بيصطادوا بيه. تمام؟ رمح الصيد. طيب نقرا برضو الشرح كده اهو. The boat، ده النمطي. The boat is calling upon the lords and ladies to wake up and get themselves ready. ويستعدوا كمان. The sun is just beginning to rise up over the mountains. اللي هي ايه يعني؟ The day is a starting. النهار بيبتدي. It is a special day. Why is it a special day؟ ها؟ ليه هو يوم مميز؟ Because they will go hunting. هيروحوا يصطادوا. The hunters have horses, hawks, and spears. There are hounds as well, and they are barking loudly in bears. محطوطين اتنينات، تمام؟ بيجروا ورا بعض، بيجروا مع بعض. The hawks in the sky are making high sounds that are mixed with the sounds of the ringing horns of the animals on the ground. الأصوات دي كلها عاملة ميكس حلو كده. السؤال الأهم، يبقى السؤال الأهم. يجي يقول لي يا حبيبي أهم سؤال. ايوه حبيبتي انا ده اهم سؤال يا امو. انا figures of speech، figures of speech اللي هي مواطن الايه؟ مواطن الجمال. طب يا حبيبي انا مش هخليك تحفظ مواطن الجمال، تمام؟ لان انت جميل، فكفايه عليك الجمال ده، كفايه علينا حبيب قلبي، تمام؟ استخرجه انا، يعني انا كده لما انا طالب، تمام؟ نبيه، انا اشوف الحاجه انا اعرف اطلعها، مش لازم احفظها. فانا عندي حاجتين يا حبيب قلبي تحفظهم كده، ودي في اي قصيده تشوفها في حياتك. عندي حاجه اسمها alliteration. انت تحفظ لي الكلمه حبيبي، معلش يا بابا انتقل عليك يا حبيب قلبي. alliteration، وهنقول كمان كلمه اسمها repetition. يا حبيبتي ما انا هقول يا ماما، يا ماما ما هقول، تمام؟ وواحدة كمان، معلش يا حبيبتي، ما غريبة إلا الشيطان، معلش يا ماما، يعني ارهقوا نفسكم شوية كده. مستر كنت ناقصت الحاجة الوحيدة مستر اللي فاكرها من السنة اللي فاتت. يا عم ما تهدى يا عم. alliteration، إيه الالتريشن يا حبيب قلبي؟ أهو alliteration، نطلع فوق كده، نطلع فوق كده، اسمع معايا. ايه دي يا بابا؟ كلمة ايه دي يا حبيبي؟ انت يا ابني كلمة ايه؟ lords. بادئة بايه يا بابا؟ بادئة بال. طب وكلمة ladies يا بابا؟ بادئة بايه؟ بال. سبحان الله، دي alliteration. يبقى انا عندي كلمتين في لاين واحد بادئين بنفس الصوت، يبقى it is alliteration. نفس الصوت، الصوت، الصوت. يعني انت لو عندك كلمة اسمها fish، تمام؟ وفي كلمة تانية اسمها مثلا، لا يا بابا، لا يا بابا، انا بتكلم عن اصوات، مش مجالنا، هي مش جاية هنا، اصوات او حروف عشان ما نضيع، ما نضيعش وقت. بس انا بتكلم عن ال دلوقتي. ال ملوش بديل في اللغة، تمام؟ انما انت عندك مثلا الاف لها بديل، اللي هي البي والاتش، تمام؟ يبقى تاني lords and ladies، دول يا بابا حاجتين، فيهم حاجتين، سبحان الله. alliteration بادئين بنفس الايه؟ الحرف، وهم في نفس الوقت contrast، تضاد، مش ده عكس lord عكس ايه؟ ladies. اهو ادي واحد. يبقى تاني لو قال لي pick up، يعني طلع لي figures of speech، اقول له من عينك من عينة يا حبيبي طلع له. ها alliteration، ادور على ايه؟ ها كلمتين في دول نفس الصوت. طب هو انا ما فيش غير دول؟
لا يا حبيبي انت بس فتح عينيك وصحصح لي كده، تمام؟ ده انت اصبر اصبر، تمام؟ عندي اللهم صل على سيدنا محمد اهو، هاوك يا بابا اهو، هاوك يا حبيبي اهو، اوعى اوعى هاوك، اوعى ايدك، ايوه هاوك اهي. وعندك واحده كمان يا بابا، ايه ايه دي، ايه ده؟ هورس اهي يا حبيبي اهو، يبقى دي ايه يا حبيبي؟ هاوكس. وعندي كمان ايه كمان زياده؟ اديله عبيله واديله، يبقى دي ايه؟ الليتريشن. الله، طب ولا ما فيش الا دول؟ ما فيش الا دول؟ تقريبا ما هو هانتنج معاهم تمام. مستر لازم يكون في نفس السطر، في نفس السطر، لازم في نفس السطر، في نفس السطر. هتكتبي الكلمتين، كلمتين هتقولي alliteration وتيجي جايه حاطه نقطتين فوق بعض كده، lords ladies بس. ادي واحده. طب هو طالب اثنين، هتكتب له كمان ان انا عندي مين؟ هاوك وايه؟ وهورس. ايوه يا يمنى. مستر تنفع ميرلي؟ ميرلي ميرلي دي حاجه تانية. انا جاي لك دلوقتي في الريبيتيشن يعني؟ لا لا، هتيجي بس ريبيتيشن دلوقتي. اصبر. ماشي، احنا بس عشان نبقى تاخدي مين بقى؟ تاخدي ميرلي ومينجل. مستر فيها هاوكس وهورنز. ما احنا قلناها. يبقى كل دي، كل دي تمام يا شباب. هاوكس وايه وهورنز اهي. قلناها. يبقى الليتريشن. ها هتجيب عندي هورس. الاول عندي لوردز وليدز. بادئين بنفس الصوت. ارجع سطر تاني. عندي هاوك وعندي هورس. ارجع سطر اللي قبل الاخير ده. عندي برضو هاوكس وهورنز. عندي ميرلي ومينجو. كل دي الليتريشن يا حبيبي. نقي نقي واكتب له واحده. لو قال لك واحده تمام، قال لك اثنين طلع له اثنين تمام. طب افرض جاب لك بيتين بس، ما هو بس عشان ايه؟ انا بقول لك انواع الاسئله، ممكن يجيب لك الاستانزا كلها، ممكن يجيب لك سطرين ثلاثه. فلو تفاتيح وجاب لك سطرين ثلاثه انت دور على دي. وتعالى بقى لوردز اند ليديز برضو الكونتراست اهو يا حبيبي، لوردز ليديز ده تضاد، بلا يبرز بلا يظهر بلا بتاع. انت بتقولوش لا يبرز ولا يظهر، بس انت تقول له كنت مره بس كان بيقول لنا ساعات تقول ما حبيبي ما كانش بيقول يا بابا، انتوا ما امتحنتوش اصلا عليه قبل كده. اذكر ولا شبهها ولا ما شبهش. alliteration يا حبيبي برضو عشان الناس تبقى اهو برضو lords يعني لو ايه ده lords ladies اهو مليني الكلمتين التانيين hawks hordes اهو تمام، وبرده هاوكس وهورنز. طب الريبيتيشن بقى، الريبيتيشن ده التكرار، كلمتين متكررين تكرار. ميرلي 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 اهو، ميرلي 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 اهو، ده تكرار يا حبيبي تمام. ولا تقول لي بقى يعمل ايه ولا بيخلي ايه حبيبي، احنا لسه في ستانزا 1 لو سمحت، عايزين ننجز. انا هو ده المفيد، في نفس السطر. انت بتدور على حاجه يا جماعه؟ في نفس السطر تمام. خلي بالك انت عندك دونز اهيت برضه وداي الليتريشن. ماشي، ما كناش شفناه. طب نيجي بعد كده، نبتدي بعد كده التكرار. قلناه ميرلي وايه؟ ميرلي وميرلي. فيها مشكله كده صعبه؟ ادي اول استانزا بالتفصيل الممل، دي اول استانزا. في ناس عليها اول استانزا وفي ناس عليها تاني استانزا، فنبتدي في تاني استانزا. بيقول لي ايه بقى؟ هي سهله. ها
Waken lords. جاي ليه يا حبيبي؟ والله انت عايز لك هاوند اللي كانوا في القصيده دول يقعدوا اجريهم وراك. ويكن اسمع بقى اترزي اقعد بقى يا حبيبي اترزي يا بابا ثانية واحدة جراي The mist اسمع بقى حبيبي steaming بعد كده pink بعد كده green وليل بس يا بابا تعالى بقى حبيبي second stanza الستانزا الثانية بيقول لي بقى الاتموسفير بيتكلم عن الايه؟ الاتموسفير ده بقى الجو عامل ايه بقى بيوصف الجو يبقى فوق وصف الحيوانات ما جابش سيرتك مش عارف ليه وصف فوق الايه؟ الحيوانات اللي هنا بيوصف لي الايه؟ الاتموسفير ايه الاتموسفير؟ الطقس حالة الطقس مشمس وجميل وقد ايه بقى اسمع يا عيال انت لسه جاي تقعد ساكت بسلم لها على مرسينا بس يا حبيبي بس يا بابا تعالى بقى بيقول لك ايه ذا ميست ميست اللي هي الايه الضباب الايه الضباب has left the mountain الضباب يبقى ذا سكاي از ايه كلير مش هو الضباب بيبقى عالي تمام طب هو دلوقتي ما فيش ضباب يبقى ها ذا سكاي از ايه كلير طيب وثابت الماونتن ايه جراي يعني عارفين لون الميه كده مندى تمام جبل نادي كده سبرينجلتس الينابيع عارفين الينبوع جمعها ينابيع انهار كده صغيره كده ميه كده وحواليها خضر ان ذا تون نعم بعد اذنك مستر بس انا هطلع بكملها مسجله اطلع يا حبيبي اطلع يا بابا اللي عايز يطلع يطلع اللي عليه الاولى عايز يطلع يطلع الناس الثانيه تقعد بني الجيش تقعد مش واحده بس عشان احنا عايز تمشي امشي انا بقول طب اسماعيل يا مستر اسماعيل الاولى يا جماعه عشان ما نضيعش وقت انا كلامي واضح اللي في بني الجيش يقعد اللي عنده القصيدة الأولى بس يقعد، اللي عنده الثانية والثالثة يتفضل. العكس، الأولى بس يمشي. أطلع يا مستر خلاص؟ أيوة يا حبيبتي اللي عنده الأولى بس يمشي. طب أنا إيه اللي جابني كويس؟ معرفش أنا مالي. أنا جيت بس متأخر. نيجي بعد كده. قلنا the mist has left. أمشي. هبعت الفيديو بتاعها يبقى الضباب has left the mountain سابوا الايه سابوا ثبت الجبل بقى حاله ايه ها جراي لونه كده رمادي كده مبلل كده مستر انا خلاص همشي مستر لا اله الا الله ما انا قلت اللي يمشي يمشي سبرينجلتس اللي هي الينابيع سمول ريفرز اقول عليها سمول ايه سمول ريفرز In the dawn are steaming. يعني ايه steaming running. Steaming يعني ايه running. اهو. يبقى الانهار بتجري. المية بتجري. Diamonds. يعني ايه diamonds? الماس. تمام? ماس. طيب هو في ماس. في ماس على اوراق الشجر. ها? ولكن ده قطرات الايه? المية. يبقى لو قال لي سؤال كده. What did the The mist, الضباب. Do with the leaves of trees. عمل ايه بأشجار بأوراق الشجر؟ ها؟ It makes drops of a water like diamonds. Like diamonds زي الأزهار. طب gleaming يعني ايه؟ ها؟ تتلألأ. Sparkling. Sparkling بتضوي كده وبتلمع. And foresters. عارفين مش الناس دول رايحين يصطادوا بياخدوا معاهم بعض الفلاحين او رجال الغابه